الشافعي الزروالي المؤلف. رنا الزروالي المؤلف حتى هو رفع دعوى بالزروالي الممثل على حقاش خرج على النص وزاد له في الحوار. اش غادي يوقع من بعد؟ الزروالي المخرج هو يخرج عليهم كاملين ورفع بهم دعوى كاملين. تصور معايا عاد ارانا الزروالي الشيفور للعام كله هو هذا الزروالي الممثل ومعاه حتى الديكور وخدام دور يا ما الدور دور يا ما الدور ها بن قرير ها احفير ها تنغير ها اكادير وسير وسير مشكل كبير. تصور معايا المنتج داعي المؤلف، المؤلف الزروالي داعي المخرج، المخرج داعي هذاك اللي كتب، الاخر داعي هذاك اللي خرج، الاخر داعي هذاك اللي انتج، الاخر داعي هذاك الشيفور. سي عبد الحق الله يخليك اخويا، الرجع لله الرجع لله. بصراحه سي عبد الحق انا استدعيت لهذا البرنامج نتاعي شرائح متختلفه لهذا البرنامج، واول مره كنلقى شي واحد اللي كيدوخ لي الدماغ نتاعي. الله يخليك سي عبد الحق، بغيتك تجاوبني باختصار بجوج ديال الكلمات، شكون هو عبد الحق الزروالي؟ غادي نطرح عليك سؤال اللي هو تقليدي، شحال في السن نتاعك؟ 17 ديالاش؟ 17 العام. 17 العام فاش؟ كيفاش؟ من مواليد 1952. ولا كنت من مواليد 1952، هاد 17 ديالاش؟ حساب واضح، 1952 جوج زائد خمسة سبعة زائد 9 16 زائد 1 17. وانت كتحسب تنكيس الاستاذ. الله يخليك الله يخليك، ماشي حتى عليا انا كنعقل انني مازال دري صغير. كانوا جابونا للمسرح نشوفوا واحد المسرحيه في المهرجان تاع الهوات سميتها يا هاجر الكنز، وانت ديك الساعه كنتي كتلعب دور الجد، وهذا الشيء بالضبط كان في 69 96 قلت لك في 69 مفهوم الزمان على قصب المبدع لا يهم. 96 69 تلك هي المشكلة وذاك هو السؤال. تصور معايا سي محمد، حليت عيني في الدنيا وانا نصيب راسي فوق الخشبة كنحبو مازال صغير. الأضواء والمصاحيق والدقات والتالات، الأقنعة المطارق والمسامير، القاعات والجماهير، الأضواء المجلات والجرائد، ويعرفني الشرق الإذاعة عبر الأثير. تصور معايا علمني المسرح علمني المسرح كيفاش نقول للجن طير ولا نطير؟ الجن؟ الجن ماشي الجن. أستاذ عبد الحق الله يخليك، بغيت نطرح لك واحد السؤال. قول لي هاد العناوين تاعك منين كتسلط عليها؟ منين كتسلط عليها؟ بحال مثلا هاد سميتو عكاز الطريق، ذكرهم الآداب، هاد العناوين منين كتسلط عليها؟ وعلاش ما تطرح السؤال وتقول علاش هاد العناوين منين كتسلط عليها؟ العناوين والافكار علاقتها بالمبدع علاقه جار ومجرور. مثلا قدام الربح المراه التي وجوه الخير وسير وسير وسير. سي عبد الحق دابا على من كتنكوكل؟ ايوا انت بقيتي عليا وانا عطيتك خو جوابك، اش غادي ندير؟